السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر جدا كل اللي بيتواصل معايا وبيشترك معايا في القناة، يا ريت حضراتكم بتتواصلوا معايا أكتر وبتشتركوا معايا أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى. النهاردة حبايب قلبي هنتكلم عن رؤية البطاطس في المنام، وعلى ما تدل رؤية البطاطس في المنام، ده اللي إن شاء الله بإذن الله هنعرفه النهاردة، بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بالنسبة لرؤية البطاطس بتدل على إيه؟ رؤية البطاطس هنا لو إحنا شفنا إن الإنسان بيغسل البطاطس، يعني أي حد في المنام رأى ان هو بيغسل البطاطس، ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على الحياة الجديدة للرائي. يعني لو هو شاف الرائي بالنسبة للمرأة المتزوجة او للرجل المتزوج، للشاب الاعزب، للبنت العزباء، لو شاف ان هو جايب بطاطس وبيغسلها، ده دليل على الحياة الجديدة التي سوف ينعم بها بأمر الله تعالى. طب بالنسبة للبطاطس المسلوقة، يعني لو الرائي شاف نفسه ان هو بيعمل بطاطس مسلوقة او بياكل بطاطس مسلوقة او بيطبخ بطاطس مسلوقة، ده دليل على ايه؟ ده دليل على بأمر الله تعالى الشفاء من المرض. طب بالنسبة لزراعة البطاطس، زراعة البطاطس هنا بتدل للرؤية على ايه؟ انا بتكلم هنا دلوقتي بصفة عامة للكل، بصفة عامة للكل. بالنسبة لزراعة البطاطس بتدل على الرزق الواسع والذرية الصالحة بأمر الله تعالى. طب بالنسبة لتقشير البطاطس في المنام، يعني لو الرائي شاف نفسه ان هو بيقشر البطاطس في المنام، ده دليل على التخلص من الهموم والمشاكل للرائي بأمر الله تعالى. طب بالنسبة لرؤية البطاطس الصفراء في المنام بتدل على ايه؟ هنا والله اعلى واعلم ان هي بتدل على الاخبار الغير سعيدة، يعني هتسمع خبر بحاجة مش لطيفة يعني، والله اعلى واعلم. طب بالنسبة لو شفت البطاطس المسكرة، البطاطس المسكرة لو انت استشعرت ان البطاطس دي بطاطس مسكرة او طعمها مسكر، ده دليل على الايه؟ ده دليل بامر الله تعالى على الاخبار السعيده والفرج وتفريج الكرب للرائي بامر الله تعالى. يعني الرائي هنا بالنسبه لي لو شاف الاخبار البطاطس المسكره بتدل على الاخبار السعيده بامر الله والافراح والفرج وزوال الهموم بامر الله تعالى. طيب بالنسبة للبطاطس المقلية، بالنسبة للبطاطس المقلية للرأي هنا بتدل على بعض المشاكل، يعني ممكن يكون في الفترة اللي جاية ليه هيكون في بعض المشاكل بالنسبة للرأي. طيب بالنسبة للرأي لو شاف ان هو بيتناول البطاطس المقلية، يعني هو بياكلها او بياكل البطاطس المقلية، ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان هنا هيكون في بعض الاخطاء او المشاكل اللي هي كانت واجهته قبل كده، ولكن هيتعلم منها ومش هيحاول يكرر هذه الاخطاء مرة اخرى. يعني احنا قلنا ان البطاطس المقلية هيتعرض لبعض المشاكل، انما لو تناولها يعني اكلها، اكل البطاطس المقلية، هنا دليل على ان في بعض الاخطاء اللي هو مش هيعملها اللي كان فيها سبب مشكلة قبل كده وهتصادفه تاني، لكن هو سوف يتخلص منها ومش هيعملها تاني بأمر الله تعالى. طيب بالنسبة للبنت العزباء ورؤية البطاطس ليها، بالنسبة للبنت العزباء بتدل على هنا لو شافت نفسها ان هي معاها بطاطس، بتدل على بعض المشاكل للبنت العزباء اللي هي هتواجهها في الفترة القادمة ليها. يعني ياريت بقى كل بنت لو شافت هذه الرؤية تحاول ان هي تتجنب بعض المشاكل اللي هي هتواجهها
وبتدل هنا ساعتها ان هي سوف تتصدى لهذه المشاكل، يعني هي هتتصدى للمشاكل ديت وهتتغلب عليها. لو هي شافت نفسها ماسكة بطاطس في ايديها، ده دليل على تصديها لبعض المشاكل، يعني هتواجهها مشاكل لكن هنا سوف تتصدى عن هذه المشاكل وتتغلب عليها بأمر الله تعالى. طب لو شافت نفسها ان هي بتاكل البطاطس بس كانت البطاطس كانت بكمية كبيرة، ده بتدل على ايه؟ ده بتدل على ان هنا ممكن يحصل لها أزمة نفسية، ان هي هتواجهها مشكلة لكن مش هتقدر تتغلب عليها وممكن يحصل لها أزمة نفسية. يبقى هنا بالنسبة للرؤية للبنت العزباء تاخد بالها من هذه الرؤية، لأن هنا في بعض المشاكل اللي ممكن تقدر تواجهها والمشاكل اللي ما تقدرش ممكن هي تواجهها لوحدها، فهي برضك تحاول ان هي تعرض مشكلتها على والدتها او والدها بحيث ان هي ما تتعرضش ان هي نفسيتها تتعب، والله اعلى واعلم. طب بالنسبة للرجل لو شاف نفسه ان هو بيشتري بطاطس، رؤية الرجل هنا لشراء البطاطس ممكن يتعرض لأزمة مالية، والله اعلى واعلم. طيب ان طب لو شاف الرائي بقى، الرجل لو شاف ان هو بياكل البطاطس، الرجل هنا للرجل المتزوج لو شاف نفسه ان هو بياكل البطاطس بيدل على اتخاذ بعض القرارات الغير صحيحة، يعني هو ممكن يتخذ قرارات في حياته بس القرارات دي هتعرضه ان هو هتبقى غير صحيحة ليه. فالرأي هنا لو شاف نفسه ان هو بياكل البطاطس ياخد باله وياخد حذره ويتأنى ويبقى عنده الحكمة في اتخاذ قراراته بأمر الله تعالى علشان ما تبقاش القرارات غير صحيحة، والله أعلى وأعلم. طب بالنسبة للرجل لو شاف نفسه ان هو بيقطف البطاطس، يعني بيقطف البطاطس بياخدها من الزرعة بتاعتها وبيقطفها بقى، ده دليل على ان شاء الله بإذن الله تعالى هيجيله ساعة رزق وخير، وكمان هيدل على الرخاء ليه في الفترة القادمة، ان هو بإذن الله تعالى الفترة القادمة سوف تكون فترة رخاء ليه بالنسبة له في العمل وفي المال وفي الحياة الشخصية ليه هو وزوجته بأمر الله تعالى. هتكون الفترة اللي قادمة ليه هتكون فيها رخاء وسعادة ومال ورزق بأمر الله تعالى. طيب بالنسبة برضك لرؤية البطاطس للشاب الأعزب، بالنسبة للبطاطس بالنسبة للشاب الأعزب بتدل هنا على المتاعب والمشاكل اللي هو ممكن تواجه هذا الشاب. يبقى هنا للشاب الأعزب ياخد باله وياخد حذره بالنسبة لرؤية البطاطس، لأن بيكون فيها بعض المشاكل والصعوبات اللي هتواجهه في الفترة القادمة، برضك يحاول إن هو يحل هذه المشاكل بحكمة وبعقل وحسن التصرف ليه بأمر الله تعالى، والله أعلى وأعلم. طيب بالنسبة للبطاطس الخضراء للشاب الأعزب، بالنسبة للبطاطس الخضراء هنا للشاب الأعزب أحب أقول له خد بالك، لأن في شخص بيحاول تخطيط مكيدة ليك وبيحاول إن هو يدبر أمرها ليك بإتقان، فأنت تاخد بالك لأن هنا ممكن يكون في حد بيخطط لك لمكيدة وهو عايز يتخلص منك فيها، فأنت خد بالك من الأشخاص اللي بتحوط حواليك والفترة اللي جاية ليك، تاخد بالك في العمل في التجارة في شغل في أي حاجة تاخد بالك، لأن مش كل الناس بتبقى أوفياء، ممكن حد يدبر لك مكيدة، فأنت تاخد بالك هنا إن الرؤية هنا فيها تحذير بالنسبة لرؤية البطاطس الخضراء. بالنسبة لرؤية البطاطس للمرأة الحامل بأمر الله تعالى، فك كرب ليها في الولادة وفي لزوجها، هيكون في فك كرب ليها بأمر الله تعالى وفرج هيجيلها بأمر الله تعالى. طب بالنسبة لزراعة البطاطس للمرأة الحامل، يعني المرأة الحامل لو شافت نفسها ان هي بتزرع البطاطس،
ده دليل، او ان هي في زراعة البطاطس ليها، ده دليل على الولادة السهلة ليها بأمر الله تعالى. طيب بالنسبة لرؤية البطاطس للمرأة المتزوجة، بالنسبة لرؤية البطاطس برضك للمرأة المتزوجة، هنا شراء البطاطس للمرأة المتزوجة بتدل على بعض الصعوبات والمشاكل اللي هتواجه المرأة المتزوجة في الفترة القادمة. يبقى هنا برضك تاخد بالها من ان هي هنا في شوية مشاكل او صعوبات هتواجهها، فتاخد بالها من الامور ديت، لان هي الامور ديت هتبقى المشاكل ديت هتواجهها، فعليها برضك التفكير والحكمة فيها والترويح كده في النفس علشان تقدر تحل هذه المشاكل. طيب بالنسبة للمرأة المتزوجة، لو شافت نفسها ان هي بتحط البطاطس في الثلاجة، يعني راحت واخداها وحطها ووضعتها في طبق وحطها في الثلاجة، او شايفة نفسها ان هي بتحط بطاطس في الثلاجة، ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان هو هنا هتأجل بعض الامور ليها، ان الهمة في حياتها هتأجلها، مش هتتخذ فيها قرارات في الوقت اللي هي هتواجه فيها الصعوبات ديت، هي هتأجل شوية قرارات عندها مش هتتخذها في الفترة القادمة ليها بعد رؤيتها لهذا المنام. والله أعلى وأعلم. طيب بالنسبة لو المرأة شافت ان هي نفسها بتطبخ البطاطس او بتطهو البطاطس، ده بيدل على ايه؟ ده ان شاء الله بإذن الله بيدل ليها على الاخبار السارة ليها ولأسرتها بأمر الله تعالى. يعني ان شاء الله بإذن الله في الفترة القادمة، لو شافت هنا بقى من الرؤية الحلوة الكويسة ليها ان هي لما تشوف البطاطس بتطهوها او بتطبخها، ده دليل بأمر الله تعالى على الاخبار السارة ليها بأمر الله تعالى. طب رؤية زراعة البطاطس بتدل على ايه؟ بتدل هنا رؤية زراعة البطاطس بتدل على حاجتين، يا اما يكون حمل، يا اما بأمر الله تعالى الذرية اللي عندها من اولادها ذرية صالحة بأمر الله تعالى. طيب بالنسبة لرؤية البطاطس الحلوة في المنام، يعني هي شافت نفسها ان هي استشعرت ان هي ماسكة بطاطس حلوة طعمها مسكر كده وحلوة، ده بيدل على ايه؟ ده بيدل بأمر الله تعالى على الحياة السعيدة بالنسبة للمرأة المتزوجة هنا، ان هي قدوم الحياة السعيدة ليها ولأولادها ولزوجها، وان هي سوف تسمع الأخبار السارة ليها، وان شاء الله كمان ليها كمان فك كرب بأمر الله تعالى، يعني عندها كرب سداد دين بأمر الله تعالى، هيكون في سداد للدين وفك الكروب بأمر الله تعالى والحياة السعيدة. يعني هنا الرؤية بتاعت البطاطس اي نعم فيها حاجات، بس مش حاجات مخيفة، يعني حاجات بتدل مثلا ان كان في مشكلة. طبعا مين فينا ما بيواجهش مشكلة ولا صعوبات في حياته، فهنا يبقى بتدل ان انت تاخد بالك في تنبيه ليك، اذ ربما يعني ربنا بعت لك الرؤية ديت اللي فيها تنبيه، فيها صعوبات، فيها مكيدة، في حد بيدبر لك مكيدة. يعني الشاب الاعزب هنا بيقول له البطاطس الخضراء، في انتباه ان عندك هنا في حد بيدبر لك مكيدة. يبقى انت لما بنقول ان في صعوبات ومشاكل، يبقى ان الرأي بدل ما هو مش برضك يفضل مستشعر ان في مشكلة هتواجهه، لا، ما هو ممكن تمر المشكلة اصلا، يعني تيجي مشكلة بسيطة وتمر عليك. فاحنا بنقول بنبسط هنا الامور، ان ممكن تكون في بعض المشاكل، وما فيش حد فينا خالي مش من المشاكل، اكيد احنا في يومنا العادي بتواجهنا بعض المشاكل، بنسمع عن بعض المشاكل لأولادنا لينا لأخواتنا لإخواننا، بنسمع عن مشاكل في الحياة لجيراننا، بتسمع عن بعض المشاكل، ممكن تكون المشاكل مش ليك أصلا، ممكن تكون لحد تاني غيرك. والله أعلى وأعلم. نسأل الله العافية للجميع والصحة والسعادة والسلام بأمر الله للجميع. بشكركم على حسن استماعكم ليا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.